ردا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص خزان الماء لحمادي، فإن الجزائرية للمياه وحدة ممرداس تطمئن كل سكان بلدية حمادي أن هذه المياه لا تشكل أي خطر على صحة سكان البلدية، لأن المياه الموزعة التي يتم توزيعها للسكان تقع في أعلى الخزان على بعد 30 متر من سطح الأرض. المياه الراكدة التي تم تصويرها في الفيديو لا علاقة لها أساساً بعملية التوزيع. المياه الراكدة هي مياه تقع في محطة في غرفة الصمامات، شيء عادي في بعض الخزانات يحدث هذا الأمر وهو شيء عادي. بالنسبة لما تقوم به الجزائرية للمياه حاليا لمعالجة الوضع والقضاء نهائيا على تخوف المواطنين، نحن نعمل بالتنسيق مع مصالح البلدية ومديرية الموارد المائية، وقد سجلنا اليوم خرجة ميدانية للبلدية لمعاينة كل هياكل التخزين على مستوى بلدية حمادي. الجزائرية للمياه تطمئن المواطنين بأن المياه التي يتم توزيعها عبر كل تراب الولاية هي مياه مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا. كاينه الكوليرا، حنا يا ولادنا كاع مرضوا. انا واحد من الناس في دارنا، عندي انا يا ولادي وكاين ولاد خويا، كاين بزاف اللي مرضوا، ولاد الجيران كاع مرضوا راه من الكوليرا ثم. وهنايا كاين الكوليرا اختي، كوليرا بالتعيير تاع الماء وكلش، كاينه هنايا الكوليرا. تولي هنايا يعوموا هنايا، يشربوا المخدرات، يلوحوا المخدرات هنايا، هاك كيما كشتي اختي، كيما كشتي بعينك، لوسخ حاشاك. لكن منها التلوث البيئي اللي راكم ديجا شفتوه، كاين فوسي هذا دايرينو حنا الماء تاع الشتاء، كي تصب الشتاء تروح فيه الماء، والموازنات هذو اللي وزاين هذو راهم يستعملوه للفضلات تاعهم.